ايوه رقبه الحصان ذكرت سابقا وضعيات الرقبه بالطريقه هذه من حقه يسويها كلها، يمد رقبته يرفع راسه يقوس حقه، يقوس تقويس في العمودي حقه، يفتح فمه من حقه، يسكر فمه من حقه، يسحب حقه، يفضي حقه، يتكي حقه، بثقل حقه، بخف حقه. انت واكبه تعامل بالمثل، ومواكبتك عاده تعلمه ان اللي سواه ما راح يستطيع يستغل عليك، بالعكس انت بتستغل عليه، فتصير تسوي توازن عنده. الشيء اللي بالغ بفعله حتى ما تسمعه صح تلقاه يسوي عكسه، يجرب عده اشياء، كما يجرب كل شيء وفشل فيه مع الوقت عنده توازن، يوازن بين الاشياء، مرات يسحب ما تفضي، مرات تتكي، مرات خفيف، مرات ثقيل بحدود، مرات يقوس، مرات يرفع راسه الى اخره. طرق ركوب الاخرى لا تمنع من بعض الاشياء، طرق تمنع من السحب، طرق تمنع من التدكيه، طرق تفرض التقويس فرض، طرق تفرض مد رقبه فرض، ويقف على ذلك. وبسبب المنع او الفرض تلقى الحصان وقت الجد اول شيء يسويه عليك او معك انه يسوي الشيء اللي منعته منه، او يرفض يسوي الشيء اللي اجبرته عليه عشان كذا يحوسك. داخل في النقطه هذه موضوع تركيبه الحصان نفسه، موضوع يرفع راسه، يقوس، تقويس خلف العمودي، تقويس عادي، مد رقبه، السحب، التفرض، التدكيه. ذكرت ان ثلاث انواع من الرقبه اللي هي واقفه او قدام او نازله. وذكرت ان في ثلاث انواع من الحارك مع رقبه، حارك مع رقبه، حارك فوق الرقبه، حارك تحت الرقبه، كلها لها دور. كذلك الارقاب، في ارقاب قصيره، في ارقاب طويله، في ارقاب عريضه، في ارقاب سخيفه. ابغى اتكلم عن الرقبه، ما اتكلم عن تناسق رقبه الحصان مع جسمه. ذكرت سابقا ان كل ما قصر ظهر الحصان مفروض تقصر رقبته، وكل ما طال ظهره مفروض تطول رقبته، فلما يقال الحصان اللي ظهره طويل عيب يقصر طويل مقارنه برقبته. ولما يقال الحصان رقبته قصيره عيب يقصد رقبته قصيره مقارنه بظهره. اما اذا المقصد ان اي رقبه طويله زينه اجل الثربيد احسن من العربي. واذا المقصد ان اي ظهر طويل شين اجل الحصان العربي المدي خاصه خيل جمال شينه. يقصد طويله مقارنه برقبته، رقبته اقصر، او قصيره رقبته مقارنه بطولها. ما اتكلم عن تناسق، اتكلم عن رقبه قصيره، سواء حصان رقبته قصيره وعريضه وجسمه اصلا قصير وعريض فمتناسق يعتبر، او رقبته قصيره لكن جسمه طويل فيعتبر مو متناسق. ما اتكلم عن التناسق، اتكلم عن عرض الرقبه وقصرها. يجعل على الحصان فكره رفع الراس صعبه، مو برقبه، الراس يعني لما يرفع الرقبه كامله مع الحارك، يرفع الجزء الامامي كامل، فرفع للراس محدود، ناس رقبته عريضه وقصيره ما يبين رفع الراس. هذاك التقويس خلف العمودي عنده محدود، تلقاه دائما اما قدام او تقويس بالحدود، ما يقوس تقويس خلف العمودي اللي هو يقصد فيه ان الحصان مقوس زياده بحيث ان الفم مو بشكل عمودي مع الارض، ولا يرفع راسه رفع زايد بحيث انك تحس ان الفراغ اللي تحت حنكه مفتوح واضح، يعني يرفع رقبه كلها ما يرفع الراس رفع. عكس الخيل اللي تكون رقبها طويله ونحيفه سهل عليه يرفع الراس رفع كامل بدون ما يرفع رقبه والجسم كامل، وسهل عليه يقوس تقويس خلف العمودي. عشان كذا تلاحظ اغلب طرق الركوب الخاطئه او الصحيحه الاخرى اللي تفرض اشياء معينه فرض، الطريقه الامريكيه فرضا راعي البقر او دريساج، الطريقه الامريكيه الاسبانيه، يكرهون بعض الخيل العربيه خاصه الخيل العربيه اللي يمكن تصير زي خيل الجمال وغيرها، او حصان عربي متناسق بس رقبته فيها طول وسخ، يكرهون خيل الثربت لان رقابها اغلبها طويله وفيها عدم عرض زايد، مما يعني ان لعبه رفع الراس الزايد ولعبه التقويس خلف العمودي، ولما لعبته تمنع منها هيهات هيات بيستغل عليك. بينما الخيل يركبونها اغلبها الموستانك، كوارتر هوس، خيل اسبانيه، خيل برتغاليه، اصلا رقبتها عريضه قصيره مصممه منتجه لهذا الشكل، فاصلا صعب الحصان يرفع راسه زياده بدون ما يرفع رقبه كامله، وصعب يقوس تقويس خلف العمودي. بينما الطريقه هذه لعبتي اني اعطيه حق في هذه الحركه واستغله عليه، فلما يقوس تقويس خلف العمودي او يرفع راسه مو بس ما استغله علي، انا استغلها عليه. عشان كذا الفئات دي اسهل للتحكم فيها وليس العكس.